مرحبا بكم في الحلقة 24 من ركن السيارة في مكاني المخصص. الآن أصبح المسار أي لقد لمسنا هذا الحاجز. نعيد مجددا، يعني الخطأ الذي ارتكبناه هو يجب أن ننقل ناقل السرعة إلى الوراء هنا أو إلى الخلف ببطء شديد. الفرامل هنا، سنعيد من هذا المكان ناقل السرعة إلى الخلف. شاهدوا معنا ناقل السرعة إلى الخلف. نرى ماذا يوجد في الخلف. ناقل السرعة دائما في الخلف، السيارة تمشي بالخلف. سوف ننهي كل المسار تقريبا بهذه الطريقة أعتقد. نرى الخلف، ناقل السرعة إلى الأمام ثم إلى الخلف. يجب أن لا نخطئ، ناقل السرعة إلى الأمام. لقد لمسنا الحاجز، لا يهم، سوف نعيد مجددا وتابعوا معنا الحلقة. لمسنا الحاجز مجددا، لا يهم. إذن ناقل السرعة هنا إلى الخلف، إلى الخلف تماما. هذه الحلقة أو هذا المسار يجب أن نجتاز كل المسار والسيارة في وضعية الخلف. هنا ناقل السرعة إلى الوراء، إلى الخلف تمشي السيارة. نسرع قليلا، هذا هو خط النهاية. هل سوف نصل؟ نعم وصلنا، شكرا لكم. لا تنسوا مشاهدة الحلقة المقبلة، إلى اللقاء. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh.